أرجو أن تفيدونا عن أوقات انتهاء الصلوات الخمس، وهل كل صلاة تنتهي بدخول وقت الصلاة التي تليها أم لا؟ وهل يجوز أن نصلي العشاء الساعة 12 ليلا يدون حول هذه القضايا؟ جزاكم الله خيرا. أما صلاة الظهر فيبدأ دخول الوقت بزوال الشمس عن وسط السماء، وهو دلوك الشمس أي زوالها عن وسط السماء أي مسامسة إلى جهة المغرب، ويستمر إلى دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله يعني مساويا له حال وقت الظهر، ثم يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ويستمر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، لكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت اضطراب. وقت الاختيار من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فهو إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار وهو إلى نصف الليل، وقت اضطرار وهو إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر، ويستمر إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من طلوع الفجر وهو البياض المعترض في الأفق، ويستمر إلى طلوع الشمس. جزاكم الله خيرا.